السلام عليكم خواتاتي الغاليات، صحباتي الزوينات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا رجعت بعد واحد الغيبه، خليتكم واحد السيمانه خواتاتي. كنبغي نشكر بزاف السيدات، البنات، الاخوات، اللي حباباتي اللي تواصلوا معايا في الواتساب وفي الانستغرام. وفي الحقيقه والله الا شعور متبادل، يعني كنفرح ملي كتسول فيا شي اخت كتقول لي علاش غبرتي ياك لاباس، وكنحس بانني عندي اخوات. اللي دائما كنقول لكم نتوما هما خواتاتي، لان خواتاتي البنات ما عنديش، وهاد المتتبعات الوفيات اللي بحال وجهكم هما خواتاتي. نفس الاحساس، يعني كما كتبغيوني وكما حتى نتوما كتسولوا، كنحس بواحد الاحترام اللي صادق، واحد الحب من الله تعالى. حتى انا كنبغيكم في الله. كنشكركم بزاف، كنت مسافره وجيت وجبت معايا الماعن، يعني في ما فيش بنادم انا راه واخا نمشي نتسارى في شي بلاصه ولا نمشي نقضي شي غرض ولا ضروري نجيب شي حاجه، وبعض المرات للاسف كتكون شي حاجه كاع يعني كاينه عندي بحالها ولا كتشبه ليها ولا كنصدق. عاوتاني المهم بنادم هكا ملي كيمشي السيدات راه ما كايناش شي مرا، يمكن كنظن ما كايناش شي مرا اللي ما كيعجبوهاش الماعن، قوت شري شري شري. والرجال عاوتاني راه ما كيبغيوش هاد القاعده، يعني اخيب قاعده عندهم هي بقى نشريو الماعن. بغيت نشارك معكم هاد الاواني، بعض منهم شريتهم هنا والبعض منهم جبتهم معايا. الاخوات اللي غادي يسولوني فين مشيت، مشيت لطنجه عند بنتي، دوزت عندها شي ايامات هكا مره مره كنمشي عندها، لانها الظروف ديالها القرايه وسميتو العمل ديالها راه ضروري هكا كتبغي شويه د الحس، نمشي نطيب لها شويه، نخمل شويه، نجمع الدار ونعاود ثاني نرجع عاوتاني لعند هادو. المهم كل واحد الله يخلي له وليداته والله يفرحكم بهم ان شاء الله، واللي ما عندهاش الدريه الصالحه الله يرزقها الدريه وتكون صالحه ان شاء الله. نبداو على بركه الله خواتاتي، غادي نبدا نوريكم الحوايج تشوفوا الثمن ديالهم، ونقول لكم حتى الفرق بين الكاليتي الاولى والدوزيام ديالها، باش كل الاخوات اللي بغاو ياخذوا فكره ان شاء الله. المهم اول حاجه غادي نشارك معكم هادو، شوفوا لي هادي اخواتاتي زوينه، هادي ديال الحلوه ديال المملحات، فيها مرايه والكادر ديالها. انا دائما كيعجبني هذا الفضي، هذا كيعجبني بزاف، الا اختاريته هو داك الذهبي ولا داك ميطال هكا ولا، كيعجبني هذا بزاف. كنت باغيه ناخذ منهم هذوك، كتكون كبيره وصغيره ومويان، كيكون هذا الشكل، وكاين واحد الشكل تقريبا بحال هكا كتكون المرايه هنايا، كيكون هذا نزل بالمقلوب، ولكن انا عجبني هذا، ولكن ما لقيتش فيه دوك الاحجام الاخرى، دوك الجوج الاخرين اللي كيكون مويان واحد كبير بزاف، لقيت غير هذه ولكن عجبتني بزاف. شوفوا الحلوه، التمر، المملحات، المهم شي حاجه اللي هي زوينه. هذه خديتها ب70 درهم الثمن، باش خديتها ما لقيتش فيها الاحجام الاخرى. شوفوا لي هادو، شوفوا شوفوا الصينيه، وشوفوا الصينية التقليدي، شوفوا يعني شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. السوق البنات اللي البنات ديال طنجه، السوق ديال كاسابراطا، فيه هاد الاشياء كثيره، وما شاء الله كاين الكريستال، كاين النحاس، كاين داكشي، كاين التريات، كاين شي حاجه يعني كتهاوش اي واحد شاف داك المنظر، يعني ضروري غادي يتقدى شي حاجه على. المهم نجيبو حنا غير شي شويه هكا، ما شاء الله داكشي اللي كانت مرا كيدوخ. هادو حتى هما خديتهم من تمايا ب60 درهم الوحده، كيكونوا فيهم هذه هي الصغيره، وانتم غادي انت كتوصلوا النمره 46 اولا اكثر، ولكن انا بغيت هادو لان عندي وحدين كبار. دائما كنشارك معكم دوك الفضه اللي كاينه عندي وداكشي كاع، هادو عجبوني. المهم تحطوا فيهم واحد البريريت ديال الفضه، ودوك الكويسات الصغيره اللي كيكونوا باللوان. المهم حتى نصوبهم ان شاء الله ونشاركهم معكم. هادو كما قلت لكم 60 درهم الوحده، هادو حتى هما تحافظوا عليهم، يعني ملي مثلا استعملوها ولا قاسها شويه الماء تنشفوها تحطوها ناشفه. هادشي اللي قال لي مولاهم، يعني ماشي شي فضه اللي تقول واخا تقاس بالماء ولا شي حاجه، نحاولوا عليها. هادو راه كاينين كما قلت لكم بالاحجام، وكاينه هادي خلاص. شوفوا لي هادي ما شاء الله، شوفوا كي دايره، انا غنكحز لكم باش تشوفوها. هادي بعدا راه النمره 46، وغادي نقول لكم الفرق بينها وبين ديال الاخرين الاثمنه، لان هادي طالعه شويه في الثمن ديالها. شوفوا هنا راه كتبان في التصوير بحال صغيره، وهي فاش كنشوفها في هكا امامي مباشره راه كبيره ما شاء الله. المهم النمره راه 46. هانتوما خواتاتي شوفوا زوينه ما شاء الله، الرشيمه ديالها مخدومه باليد، وغادي نقول لكم حتى الثمن ديالها. شوفوا بعدا هاد الزواقه باش مخدومه، شوفوا ما شاء الله رائعه. الثمن ديالها البنات 700 درهم، 14000 ريال،
وكما قلت لكم هذه قال لي مصنوعه مخدومه باليد وفضه حقيقيه، وكاينه اختها ما تفرقوش. حنا كالناس العاديين اللي ما عندنا علاقه كاع بالصنعه ولا هادشي، انا بعدا ما فرقتش بيناتهم، ولكن قال لي الاخرى معدن كدير هي غير 500 درهم لهذا القياس، وقد ما كبروا كيكونوا زايدين، وقد ما عاوتاني قال لي الاخرى معدن وهذه فضه. وراه عندي واحد البراد اخواتاتي ديال الفضه حقيقيه اللي قديم بزاف بزاف، بحال هكا ما كيتصدى ما والو، بعض المرات كتولي كاع زرقاء كندير لها شي خلطه ولا هادشي، كنعاود لكم على البراد وكيولي كيلمع كيلمع بحال يعني شي حاجه خياليه. حتى هاد الصينيه هادي يعني قال لي الا خرج فيها مثلا شي ديفو ولا شي صداع، هادي قال لك واخا تقيسها بالماء واخا، هو من الاحسن راه خصنا ديما نظفوا المواعن ديالنا ونمسحوهم ونغلفوا الحاجه اللي كتحط باش ما تبقاش تخبش ولا تحكم في شي بلاصه. المهم اللي حاول على معناته راه كيبقاو عنده مدى الحياه ولا مده طويله، واللي ما كيحاولش الماء وخلي فيهم الماء بايت خلي فيهم البراد ولا شي حاجه. المهم هذه زوينه تحطوا فيها البراد، غادي تدي حتى لجوج براد وتدي حتى ل 12 الكاس. راه قلت لكم البنات هنا في التصوير جاتني انا كتبان لي في التليفون هنا بحال صغيره، ولكن في الواقع راه كبيره. فيها هاد الرجيلات هادو تحطوا فيها بسطيله، تحطوا فيها شي طبق هكا اللي يكون. المهم زوينه انا عجباتني بزاف. كتريم اللي قال لي راه هذه زعما فري، قولوا لي انتم عاوتاني الاخوات الا كانت شي وحده عندها واش نسب الصح الثمن ديالهم هذا ولا لا. المهم هادشي اللي جبت. وبالنسبه لهذا البلاطو هذا ديال الشوار، شوف كيداير، كاينين فيها البنات ثلاثه د الماركات، كاين هذاك اللي كيكون اوفال وهادو ديالو دايرين اللي كتكون فيه 80 سنتيم، وكاين الاخر ديال تيتانيك، وكاين هذا، هذا راه ديال مصر لكم، هذا راه كيبين بزاف، خليه في البلاستيكه ديالو حتى نسالي ونوري لكم. المهم لقيت عنده ثلاثه ورا لي ثلاثه الاحجام. هذا خواتاتي خديته ب 150 درهم فاش خديتو، راه الحجم ديالو كبير 150 درهم، ولكن داك ديال اللي فيه انا نوري لكم وحدين كاينين عندي، كنت باغي نجيب زعما بحالو، ولكن شوفوا التدابير اللي ديت معايا في السوق. قلت ليه واش ما فيهمش الحديد ولا، مسكين قال لي لا راه هادو اينوكس حقيقي. وقلت له واش عندك شي مغناطيس، قال لي لا ما عنديش. مشى جاب لقى عنده في داك الشبيكات دوك الديكورات ديال اللي كنلصقوا في الثلاجه، غتكونوا عارفينهم اللي كتكون شكل فواكه ولا شكل شي بريق ولا. وجابوه مسكين بقيت كنلصق فيهم هكا، ولقيت داك ديال تيتانيك انا نوريكم بحالو بحالو، لقيتو لاصق فيه المغناطيس ولقيت هذا ما لاصقش فيه، وكيضحك قال لي ما عمر شي وحده شي سيده جات دارت لينا هذه التجربه باش تعرف اينوكس الحقيقي واللي ما حقيقيش. تيتانيك انا كيجيني داك اينوكس ديال المغرب، يقدر يكون كيلصق ولا. المهم هذا ديال مصر، هانتوما الطبع ديالو، شتو ها هي كاع مكتوبه هنا صنيعه في مصر اينوكس. المهم ماشي على هادشي انا جربته بالمغناطيس، انا هادشي كاع اللي كاين في البلاستيك ولا اللي لاصق في البلاطو براسو يعني ما تخليش المخ، قلت انا بلا ما نجي محمله بشي حاجه وهي غير قصدير. وكاينين هنا كاينين عندي انا دياولي اينوكس، غادي نوريهم لكم اينوكس، كنت باغي نجيب زعما الكبير ديالهم حيت هذا مختلف معاهم شويه. يا سمحوا لي اخواتاتي على هذا الفيديو راه فيه الهضره بزاف، هانتوما ما شاء الله دار بحال المرايه، شتو بلاتي واش يبان لكم، هو كيبين بزاف زوين تبارك الله، زوين زوين بزاف بزاف عجبني. غادي نوري لكم الشكل ديال تيتانيك باش الاخوات اللي بغاو ياخذوه يردوا البال. هانتوما خواتاتي هادو راه هادي هي الماركه اللي كيقولوا لها تيتانيك، هادو راه ديال ماشي ديال المغرب، هادو ديال برا وما كيلصقش فيهم المغناطيس، وكنت باغي نجيب زعما الكبير ديالهم. كاين عندي هذا، عندي خمسه منهم، المهم خمسه اللي عندي، ثلاثه في واحد الحجم اللي هو هكا وجوج في هاد الكبار هادو، وكنت باغي نجيب زعما الكبير ديالهم. ساعه ملي جربت فيه داك المغناطيس لقيتو كيلصق، وحتى كاين شويه الفرق، شوفوا هذا اللون ديالو وشوفوا هذا، هذا بحال كيدي شويه للزرقيه، ولكن هذا وحتى في الجديد ديالو هاد التيتانيك في الجديد ديالو راه داي شويه بحال هكا الزرقيه. هادو المهم كنجربهم ما فيهم ما كيلصقش المغناطيس، هذاك اللي لقيت عنده كيلصق. المهم التدابير فين ما مشيت كنديهم معايا، هذا كما قلت لكم 150 درهم. هذا راه خديته من هنايا هذا المنشار ديال اللي كنقطعوا به الجنواز، زوين حتى هذا. المهم كتاخذوا العبارات اللي بغيتوا، هذا خديته خديته هذا يمكن ب 50 درهم ولا، حيت خديته هو هنا ما عقلتش على الثمن ديالو. المهم عند مجيد البنات اللي كيسولوا على هادو، ايضا شوفوا لي هذا حتى هادو زوينين، شتو راه حيت لهم داك الكاغيط ديالهم درت فيه شويه الماء قبل كاع ما نستعملهم،
وبقيت كنديروا هاد الطريقه كحتى حيت لهم داك الكاغد، وما راه الحجم ديالهم شويه مويل ماشي دوك الصغيورين زوين الشلاضه زوين. المهم العائله تقدمي ليهم، خديت منهم خمسه ما لقيتش سته، هو بلص داك الكاغد حيت دا غير دابا اللي حيدته درت ليه شويه الماء وبقيت كنحيد قبل ما في الاول ما كنتش باغي نصور زعما هاد الفيديو هكا شويه، قلت بلاتي نشارك مع البنات ونعطيهم الاثمنه وربما تصادفوا شي حاجه بغيتوا تاخذوها ولا. ما لقيتش سته خديت منهم خمسه، هادو 13 درهم الوحده، هادو 260 الوحده. هنايا في الرشيديه خديتهم غير البارح، الاخوات اللي كيسولوا كان واحد مول لمع هاد الايام كيكون في الفيسبوك بزاف، كاين حدا داك حدا السيد اللي كندي عنده لوازم الحلويات تما فين خديتهم عند حدا مجيد اللي قدام الباب ديال سوق الخميصر، كنشوفو كيدير اللايفات بزاف في الفيسبوك. المهم انا دزت ما قديت شي حاجه ديال الحلوه وخديتهم، خديت خمسة تقريبا ماشي 65 درهم هكاك، ردني منها شي 2 دراهم. كاينين هادو، هاد اخواتا سيراجي جايباهم معايا من اللي هيه، كاينين عندي كاع في الدار ماشي غير كاين عندي في واحد الشكل، راه كنشاركهم معاكم بزاف ملي كندير شي حاجه طويله، ولكن بغيت زعما يكونوا بحال بحال. شوفوا كي دايرين هادو، هادو خديتهم 25 درهم الواحد، وعندنا حتى هنايا 25 درهم. ايه هما هذوك اللي عندي مختلفين شويه على هذا، راه كنتو شفتوهم عندي، عندي فيهم ثلاثه في شكل وواحد في شكل، وهما تقريبا هكا ولكن كاين اختلاف في ديك الزواق. المهم خديت هاد الربعه هادو 25 درهم الواحد، وجبت من هادو ايضا حيت دابا الكار كاين عندنا، راه مشيت انا غير في الكار البنات حيت مشيت بوحدي. الكار كاين ديريكت يعني من ملي كتحطي تما في المحطه حتى كيتعرضوا لك هنايا، صافي كيتعرضوا لصحاب الدار، راه مكنبقاش هكا زعما نمشي قريب صافي، ملي كنوصلهم ديريكت ما كتوقفيش وتهبطي، داكشي باش ما عكزتش عليهم. هادو ايضا حتى هادو شوفوا، هادو يمكن 30 درهم الواحد، خديت منهم 6 30 درهم. هادو زوينين تقدموا فيهم هكا السمنان ولا البغرير ولا الكيك ولا قالي، شفتوا غنوريكم الصغار ديالهم. المهم هذا هو اللي قلت لكم خديته ب 30 درهم، ها هو القياس ديالو، يمكن 20 على 20 40 سامبل، ما فيهم حتى حاجه من غير هاد الوريدات هادو. وخديت ايضا 6 من هاد الصغار ديالهم، وعندي عندي هنايا عندي عاوتاني الصغيره ديالهم اللي كتجي عاوتاني قل منهم، كاينه عندي في نفس الزواقه ونفس الشكل. هانتوما هادو 30 درهم، هادو 25 درهم، هذا هو الثمن ديالهم. والصغار ديالهم راه كنت خديتهم غير ب 5 دراهم، صغار عليهم شويه. حتى هادو خديت منهم 6 كيف ما شفتوا. هاد الاواني البويض هما راه كان واحد الوقت دايرين طالعين صافي وما بقاوش عاوتاني، وعندي فيهم بزاف، كنت كنشريهم ديك الساعه بزاف، كنت كنشاركهم معاكم، كانت 5 دراهم، كانت 10 دراهم، 20 درهم، 30، كناخذ من كل حاجه كناخذ منها 6 صافي. مؤخرا واخا يعني ماشي تهرسوا، ولكن عاوتاني زدت شي حوايج خاصني، كاين اللي غادي تقول زعما ما بقاوش الناس كيديهم، ولكن انا كنبغيهم الاستعمال هكا اليومي مع وليداتي ومع الدار، كيجيوني انا زوينين، اللون ديالهم محايد كتحطو فيهم كل حاجه. كاينه هادي جبتها البارح مع هذا، هادو كنت شاريه شي لوازم هكا ديال شي كومون ديال الحلوه، جبت هاد الشبه. انا غنوري لكم عاوتاني، هادي دايره 30 سنتيم القطر ديالها، 30 سنتيم الثمن، غنوري لكم شوفوا ليا شفتوها، هادي راه 50 درهم، وهاديك ديال 30 درهم راه رقيقه، ردوا البال راه نفس 30 سنتيم، كاينه 30 درهم وكاينه 50 درهم، وايضا ديال 30 راه فيها ثقيبه هنايا فاش ديروا داك الخيط، هادي ما فيهاش، والخشب ديالها واخا كيقيسوا الماء لان عندي وحده بعدا قبل منها، ما كتضيع ما كتشقق ما كتحل، هادي زوينه ولكن الثمن 50 درهم 30 سنتيم في القطر، حيت راه كاينين اشكال بزاف. حتى هادي خديتها عند مجيد. كاينه ايضا هاد هاد البونبونيير هادي ديال الكريستال والنحاس، شوفوا غادي تدي هادي حتى الكيلو ديال التمر، شي حاجه اللي هي زوينه نحاس وفيها شويه ديال الكريستال من هنا ومن هنا. كاينين دابا كاينين كثارين، كاينين اللي كيكون كثير فيهم هاد الكريستال وشويه النحاس، وكاين اللي العكس. هادي انتم شوفوا فيها واحد القياس اللي هو كبير، انا نحطها لكم هنايا، زوينه بزاف. صوروا الثمن ديالها باش خديتها، خديتها ب 100 درهم هنايا في الرشيديه، خديتها حتى هي عند هاد هاد الناس اللي كيبيعوا هادي، لقيت وحده اللي كانت باقيه، كنت باغي جوج ديالها الصغار اللي كيكونوا معاها ولكن ما لقيتهمش. المهم قلت راه باقي فيهم هادشي، باقي فيه الغبره خواتاتي،
يعني ما بقينا مسحتهم ما والو، يلاه كيفاش حطيتهم بغيت نشاركهم معكم. هذا نحاس ملي كيبغيو تنظفوه كديروا ليه هذوك الطرق اللي شاركت معكم، اما برودوي اما خلطات، و كتنقيوها مزيان وكتنشفوها. ها نتوما حتى هذه في الحطه كتجي زوينه ان شاء الله الا لقيت دوك الجوج الصغار اللي كيكونوا معاها، ولا حيت هذا الشيء النحاس كيكون زوين حتى هو. هذه اختيسه كما قلت لكم 100 درهم، واش رخيصه ولا غاليه الله اعلم، يعني ما عرفتش انا الثمن ديالها. شفتهم فاش كنت في طنجه تما، شفتهم في داك السوق ديال كاسابلانكا، اشكال والوان ما شاء الله، ولكن ما سولتش لان مع الثقل صافي والطريق ما بغيتش هكا باش نكثر. وجيت لهنا الحمد لله لقيتها كما قلت لكم وحده اللي بقات، حيت وكان كانوا باقيين حتى جوج هكا واخا كبارين بهذا الشكل، راه غادي ناخذها، ولكن وحده اللي لقيت ها نتوما راه غارقه، ها نتوما يعني راه اكثر من كيلو ديال التمر راه غادي تديه. ايوا صافي اخواتاتي، هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش من واحد اللايك فيديو، غير بغيت نشارك معكم المشتريات ديالي ونقول لكم الاثمنه. ان شاء الله مازال غادي نستعمل معكم هاد الاواني كلهم في وصفات اللي جايه ان شاء الله. وصلنا لنهايه الفيديو، مع السلامه.